هذا سائل يقول: ما هو الضابط في التفريق بين الذبح المحرم والذبح الشركي؟ الذبح المحرم اللي على غير طريقة الذبح المشروعة، على غير طريقة الذبح، لا يقطع الأوداج ولا يقطع الحلقوم، هذا محرم، هذا ذبح محرم، ولا تحل به الذبيحة. إذا ذكاها على غير الطريقة الشرعية الذبيحة حرام، وأما الشركي فهو حسب ما يتقرب به إلى المذبوح له، إن كان يتقرب إلى الله بهذه الذبيحة هذه عبادة، وإن كان يتقرب إلى مخلوق أو إلى ضريح أو إلى قبر هذا شرك. نعم.